في ظل الأمراض المنتشرة يبقى المرض الأخطر هو السمنة المفرطة، وده لأنه بيسبب الكثير من المشاكل الصحية. طيب هل الوزن في زيادة بسيطة ولا سمنة مفرطة؟ وهل الحالة هي أطفال ولا شباب ولا كبار سن ولا أصحاب أمراض مزمنة؟ أكيد كل حالة من دول ليهم تشخيص معين. طيب يا ترى مين فيهم هياخد الكبسولة المبرمجة؟ مين هيعمل تكميم ومين هيعمل تحويل مسار؟ كل ده نتعرف عليه أكتر مع ضيفنا القيمة والقامة أستاذ دكتور كريم صبري، أستاذ جراحات السمنة والمناظير بكلية الطب جامعة عين شمس، ومدير وحدة السمنة بمستشفى وادي النيل، وزميل كلية الجراحين الملكية بإنجلترا، وعضو كلية الجراحين الأمريكية، وحصل على أعلى تصنيف جودة دولي في جراحات السمنة SRC. أهلا بك يا دكتور، منورنا. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا دلوقتي وسهلا. أنا جاي لحضرتك مريضة سمنة، اختار ازاي انا هعمل تكميم ولا تحويل مسار، وعلى اي اسس بيتم اختيار العمليه؟ في البدايه اسمحي لي ان انا احيي حضرتك وكل الساده المشاهدين. اهلا بيك. الحقيقه طبعا انه عمليات السمنه هي عمليات يعني ربما تناسب بعض الناس، وربما بيكون الاختيار بناء على التاريخ المرضي، التاريخ الجراحي، تاريخ الادويه، السن طبعا بيأثر جامد جدا. فعلى سبيل المثال يعني انا وزني 10 كيلو، هل اعمل عمليه؟ لا طبعا، انت مش في نطاق الناس اللي تعمل عمليه انقاص وزن، ربما تبقى تغذيه علاجيه او ربما تاخد خطوه اعلى شويه، ممكن تركب بالون معده. الوزن زاد اكتر شويه، وعرفنا ان كتله الجسم من ضمن الحاجات اللي هي المفروض تعمل لها العمليه، يعني احنا عندنا عرف طبي ما فيش حد يعمل عمليه تكميم او تحويل مسار كتلته اقل من 30 ويكون بيشتكي من مشاكل في السمنه. يعني انا وزني قسمته على طولي مرتين طلع رقم اكتر من 30، بس انا عندي مشاكل في التنفس، عندي ضغط، عندي سكر، عندي ارتجاع، عندي كبد تدهني معلل الانزيمات، كل الحاجات دي طبعا تستدعي اجراء عمليه التكميم او تحويل المسار. عمليه التكميم بقى يعني هي عمليه بسيطه جدا، يعني هي من ضمن العمليات البسيطه جدا اللي احنا من ابسط انواع العمليات الجراحيه اللي بتتعمل بالمنظار، بتعمل خلال فتحات صغيره جدا، يعني قد تكون 5 فتحات لما يكون الوزن كبير وهو راجل العضله بتاعته بتبقى شديده شويه في حركه المنظار، وبالتالي ما بنقدرش احنا نقلل من عدد الفتحات في الاوزان الضخمه كمان اللي هي فوق ال 200 كيلو. وزن بقى 120 كيلو 130 كيلو او سيده بنحاول نقلل من عدد الفتحات، قد تكون فتحه واحده بس بالجهاز بتاع بتعمل بيها العمليه، يعني فتحه واحده بس متعدده للمنظار يعني للسنجل بورد، او ممكن تكون 3 فتحات، 2 منهم 5 ملي وواحد منهم سنتي اللي هي الميني بورتس، او ممكن تكون 4 فتحات صغيرين، او ممكن تبقى فورمال 5 فتحات. الاشكال التجميليه بتاعه الجلد دي اللي هي داخله المنظار وحجم الفتحات يعني بتسمع بقى عنها يعني الفاظ كتيره جدا في يمكن في الطب يعني، او الناس بتوصفها بحاجات كتيره زي التكميم الدقيق والتكميم الميني او التكميم اللي هو النانو، يعني كل حاجات لوصف حجم الفتحات او وصف الشكل التجميلي للفتحات اللي احنا بنعمل بيها العمليه. دايما في اتجاه عمليه التكميم ممكن يورونا صوره لتكميم المعده بتبقى ظاهره قدامنا، بنعملها بقى في الاطفال اللي سنهم صغير اللي هو من سن 11 سنه 11 سنه ده، بس يكون وزنه معدي اكتر من 100 كيلو ويكون يعني الكتله بتاعته اكتر من معدل الكيرف بتاع النمو بزياده، ونكون يكون هو بيشتكي من سمنه مفرطه مرضيه. طيب هو في الاطفال ايه المشاكل المرضيه اللي ممكن تخلينا نعمل عمليه؟ تقوس العظام، انقطاع النفس اثناء النوم، لان في اطفال بتلاقيهم طول الليل ما بيقدروش ياخدوا نفسهم وقاعدين على كرسي، لدرجه ان في اطفال يبقى الجبهه بتاعتها سودا من كتر ما هي نايمه على الديسك او نايمه على ما بيعرفش ياخد نفس طول الليل وطول النهار نايم في الكلاس بتاعه وما بيقدرش يمارس حياته، اطفال كتير. عمليه التكميم لا تؤثر على الامتصاص، وهي عمليه سهله جدا 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 تتعمل في سن الاطفال، وهي من العمليات الامان، لكن سر نجاحها مش في اجرائها، يعني هي عمليه سهله لان جدار البطن اصلا بسيط والعمليه سلسه، والطفل يعني بيتعافى بسرعه لانه بيحط الحاجات في مكانها، يعني هو بيشعر بالم بيقول لك انا عندي الم، ما عندوش مشكله بيقول انا ما عنديش مشكله، وبالتالي الريهابيليتيشن بتاعه سهل ورجوع المدرسه بتاعته سهله ورجوع للحياه بتاعته الطبيعيه سهله. لكن سر النجاح في الاستمراريه على الدعم الاسري، يعني الطفل اللي ما عندوش دعم اسري
يفضل ما يعملش عملية لأن فرصة رجوع الوزن بتاعه تبقى أعلى جدا 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 وسريعة. اعمل عملية تكميم قللت الجوع وزودت الشبع ونزلت الوزن المظبوط، لكن الرجوع والردة في الوزن مرة تانية بتبقى سريعة جدا جدا في الأطفال لو الأسرة مش واخدة بالها من الطفل يعني، أو يبقى في شوية ثقافة في التغذية فيما بعد. لأن الطفل اللي هو يأكل سكريات وشوكولاتات وآيس كريم ومعجنات وحاجات طول الوقت وما بيكونش حاجة خالص في البيت أو ما عندوش نظام في حياته، هتلاقي رجوع الوزن بتاعه سريع فيما بعد. عملية التكميم بنستخدمها برضو في الناس اللي أوزانها يعني فيما يعادل كتلة الجسم 50 أو يعني فيما أقل. كلما زاد الوزن كلما كنت في احتياج لعملية أعلى شوية زي عملية تحويل المسار، قد تكون مصغر أو كلاسيكي. عملية التكميم في السن الكبير في السن فوق 60 و65 سنة يفضل أن احنا نعمل عملية تكميم من العمليات الخفيفة البسيطة اللي هي وقت التعافي بتاعها قليل ما بتحتاجش الفيتامينز بكمية كبيرة مدى الحياة. فطبعا دي من العمليات الخفيفة الإليت يعني الجميلة البسيطة يعني. طيب هستأذنك يا دكتور نروح لتقرير من إحدى مراكز دكتور كريم صبري ونرجع نكمل تاني. السلام عليكم، أنا اسمي عباس عوض، عمري 17 سنة وأنا عملت العملية من شي 6 أيام هون بطنطا مع الدكتور كريم صبري. ويعني أنا جيت عملت العملية هون لأنه بي عمل عملية وأنا كنت يعني أنه ناصح من 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 أمريكا، وهو قال لي أنه بعتني هون أنه هو عملها وقال لي أنه كريم صبري الدكتور منيح فيها وعملناها هون. ويعني أنه أنا كان وزني قبل ما جيت لهون قبل عملت العملية كان شي 126 كيلو، بس هلا بس عملناها صرت شي 116 الحمد لله. يعني انه اني عملت لانه اني كان معي سرطان وكان معي الانسولين عالي، يعني انه كان السكري وبراتب عائلتي، وعملناها لانه حتى انه ما يجيني السكري وما يرجع لي انه بعد الشر السرطان بالوقت اللي جاي. يعني اني كنت ناصح كثير وما كنت بدي انه ضلي انصح اكثر من هيك. بس انا اول ما فتت على العمليه يعني نزلونا تحت ما كنت خايفان كثير لانه هيدي مش اول عمليه بعملها، يعني انا عملت 4 بحياتي كلها. سو اول ما فتت يعني انه ما كنت خايفان كثير، وكمان بعرف انه عم بعملها انه كريم صبري عم يعملها ومنيح فيها كثير، عملها لبي وعملها العالم كثير معروف فيها. وانا يعني انه بس لي 6 ايام عاملها وانا لي بس شيء 24 يوم هون. أنا عايش بأمريكا وبس أنا خلقان بلبنان، بس يعني أنه ما كنت خايفين، لا ما كنت خايفين الصراحة، يعني أنا مش هدوناش أول عملية بعملها الصراحة يعني. يعني حقيقة أنا بستغرب فكرة إن أطفال صغيرين نسيبهم لما يوصلوا لوزن كبير جدا وبعد كده نبدأ نفكر بقى هنعمل معهم إيه. هو الحقيقة طبعا الأطفال إحنا مش لازم نجلدهم، يعني مش لازم نجلد أطفالنا، لأن أحيانا هي الجينات بتاعتهم أو الهرمونات بتاعتهم هي كده يعني. هو في أطفال مهما يأكل هو ما بيزيدش، وفي طفل تاني بيدخن من أي حاجة يعني، وتلاقي نفسه مفتوحة وتلاقي الوزن زاد، وبالتالي مع زيادة الوزن بيبقى عنده مناعة انسولين، بيبقى عامل فعلا عنده شراهة للتغذية او شراهة للاكل بصورة مرعبة. وطبعا بتبقى الزيادة كلما زادت بقى اسهل بقى للزيادة فيما بعد، مناعة انسولين اكتر، شهية اكتر للاكل، بياكل اكتر، بتلاقي الوزن زاد، يعني فيشا سايكل.